كيف سيساعدني البقاء في المدرسة؟ كلما طالت مدة استمرارك في الدراسة ستتاح لك خيارات العمل الأخرى. أثناء وجودك في المدرسة يمكنك الحصول على المزيد من الخبرات من خلال القيام بعمل الكثير من خبرات العمل وكذلك زيارة أماكن عمل مختلفة. يساعدك الاستمرار في الدراسة أيضا على الاستمرار في تحسين لغتك الإنجليزية، وهو أمر مهم أيضا للحصول على وظيفة. هناك طرق مختلفة لاكتساب الخبرات التي تحتاجها للحصول على العمل الذي تريده. كلما طالت فترة الدراسة كلما زادت الخيارات بالنسبة لك وكذلك الدعم الذي ستحصل عليه. البحث عن عمل بدوام جزئي أثناء فترة الدراسة هو وسيلة لكسب المال وممارسة لغتك الإنجليزية بينما لا تزال تتعلم. يمكن أن يكون الارتباط بمجتمعك المحلي مفيد أيضا بممارسة الرياضة، أو أن تكون جزءا من جماعة معينة، أو القيام بعمل تطوعي. كل هذه الأشياء يمكنها أن تساعدك على ممارسة الكلام والحوار باللغة الإنجليزية وتعلم مهارات جديدة.